la promotion du Maroc, particulièrement de la ville de Fès, et qui rayonnent et sont notre fierté au niveau national et international. فجسدت بذلك عبقرية وجمال المرأة المغربية المعتزة بتراثها وأصالتها. مجدة اليحيوي منشطة تلفزية أيضا خبرها الجمهور المغربي بأناقتها وجمال صوتها. السيدة مجدة اليحيوي تحظى اليوم بتكريم خاص من طرف جمعية بوابة فاس، وسيقدم لها درع تكريم صيف فن ممحون. Thank you.
مساء الخير. غادي نكمل الكلام اللي قالوه كل المكرمات والمكرمين في هذه الأمسية اللي بمناسبة 8 مارس. سعيدة أن نكون بين هذه الأسماء اللي اختيرت أنها تكرم في يوم العالمي للمرأة. سعيدة أنني كنتكرم في مدينة عتيقة، مدينة لك الحضور الكريم، الهدوء من أجل الاستماع إلى الفنانة ديالنا. شكرا. مدينة عتيقة اللي كيعشقها كل مغربي مغربي، وطبعا سيطرائع في العالم بأسمه هي مدينة فاس، وفاس والكل في فاس. شكرا لبوابة فاس على الالتفاتة في حق فن الملحون، وفن الملحون طبعا اللي تعرفوه أنه جاء من تافيلات، ولكنه انتقل في عدة مدن عتيقة، منها طبعا مدينة فاس وكلاس وسلا ومدن أخرى طبعا مراكش. فهذه السنة كيصادف أنه تم الاعتراف، وطبعا من بعد الاعتراف اللي تم لفن القناوة والسيدة نيلة التازي هي حضرة معنا، وعشنا معها فرحة الاعتراف بفن القناوة كتراث لا مادي إنساني. هذه السنة عشنا كممارسين في مجال فن الملحون هذا الاعتراف الذي تم في 6 ديسمبر ببوتسوانا بمدينة كاسان، وكان تحقيق لحلم كل الممارسين من عازفين شعراء منشدين وطبعا عشاق ومتابعين لهذا الفن وهذا الأدب الشعبي المغربي الأصيل. فتكريم اليوم هو تكريم لكل زملائي ولكل من حب تراث فن الملحون، وتكريم للثقافة والفن المغربي الأصيل. شكرا لبوابة فاس. شكرا للسيدة ليلى بنيس لأنها أصرت على أن يكون هذه السنة من بين مكرمات، وكان صعب هي أن نقول لها لا، أولا لأنني تشرفت بالدعوة، وثانيا هي سيدة كريمة تربت في حضن فن الملحون، وكان صعب هي ما نقدرش نقول لها لا، وكيف لو هي جزء من الحاج محمد بن زبع رحمه الله، وهو هرم مغربي أصيل، مدرسة فن الملحون الفاسية بامتياز. وطبعا الله يرحمه ويرحم الوالد ديالو الحاج محمد وزبع، ويرحم كل شيوخ مدينة فاس وكناس وكل مدن العتيقة وكل من أحب التراث المغربي الأصيل فن الملحون. تحية أيضا لشيخي وأستاذي المرحوم الحاج حسين التلالي الذي سهر على تقديمي للجمهور المغربي، وكان مشجعا للعنصر النسوي في فترة كان صعب على الأصوات النسوية أنها تشتغل في مجال الغناء غناء الملحون، فكان من المدافعين على الصوت النسوي وحضوره في إنشاد القصيدة، وكان بالعكس يعني سندا لي استمر في الغناء. شكر خاص لأهل مكناس اللي حضروا معي وجاوا قبطوا الطريق هذا المساء للحضور معي ومتابعة أقوام هذا التكريم. شكر لكل الحضور البهي اللي شفت في وجوه المحبة والتقدير. أقول لكم جميعا أحبكم بنفس القدر والاحترام والمحبة المتبادلة، وأتمنى أنني أظل عند حسن ظنكم، ودائما المغرب إن شاء الله يبقى في أمن وأمان. شكرا بوابة فاس، شكرا سيدة ليلى بنيس وكل أعضاء هذه الجمعية الراقية. ألف شكر ورمضان كريم. شكرا.
كرمنا الأستاذ عبد العالي برادة. السيد علي برادة الرئيس المؤسس للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. معرض تشارك فيه كل سنة العديد من الدول بهدف إيجاد حلول لجملة القضايا التي تؤثر على عالم النقل واللوجستيك بحضور العديد من الشركات الدولية والخبراء الفاعلين في المجال. السيد علي برادة راكب تجربة مهنية طويلة في مجال المال والأعمال وتحمل مسؤولية كبيرة داخل مؤسسات بنكية ومعاهد عليا ومقاولات، كما ترأس العديد من المعارض الدولية المهتمة بالاستيراد والتصدير، حاصل على شهادة السكرتارية في التسيير من جامعة باري لوفير بباريس، وعلى شهادة التأهيل باللغة الإنجليزية من بريتون إنجلترا، وعلى شهادة الدراسات العليا من معهد إدارة الأعمال بباريس. اشتغل كخبير لمدة 15 سنة بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومسؤولا بشكل مباشر عن دعم تعاونية المنتجات المحلية لتحسين قدرتها التنافسية وتعزيز وصولها إلى الأسواق الدولية. السيد علي برادة يحظى اليوم بتكريم خاص من طرف جمعية بوابة فاس، وسيقدم له مدير تكريم صيغ الاقتصاد الاجتماعي. درع التكريم زوجة السيدة الوزيرة.